السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهارده اخبار الزمالك. النهارده الاربعاء 16 اغسطس، ومن رحم المعاناة تولد البطولة واول فوز للزمالك في البطولة العربية. صراحة معاناة غير مسبوقة لكوماندوز اليد درة التاج الزملكاوي. اتحاد كرة اليد حرفيا زلنا عشان الفريق الزملكاوي الاصيل درة التاج الزملكاوي وفريق الزمالك لكرة اليد، اتحاد اليد زلنا حرفيا بحجة المستحقات الخاصة للمدير الفني الاسباني السابق ماتيو جارالدا واللاعب الارجنتيني جيمس باركر، وكمان عشان مستحقات اتحاد كرة اليد نفسه. للأسف الشديد أخر سفر الفريق لغاية فجر النهاردة، وهو عنده ماتش النهاردة، ووصل السعودية في الرياض ولسه هيروح الكطيف عشان يلعب البطولة. معاناة جامدة جدا، يمكن اللعيبة ما ناموش أو ما لحقوش يناموا كويس. مشكلة كبيرة جدا، الفريق سافر السعودية في نفس يوم المباراة، وتخيل انت قبلها بكام يوم متعذب، المفروض كنت تسافر يوم الاثنين. في شعور بعدم المشاركة اساسا، والبطولة دي مهمة جدا، البطولة العربية مؤهلة لكأس العالم للأندية، لكن من رحم المعاناة تولد البطولة ان شاء الله باذن الله. الزمالك لعب النهاردة مباراته الاولى الساعة 1 الظهر في اولى مبارياته، ده من المجموعة التانية مع فريق وفاء عين التوتة الجزائري. انتهت المباراة والحمد لله ما انت كريم يا رب بفوز الزمالك 34-28، وكانت نتيجة الشوط الاول 18-13 لصالح الزمالك، مع ملاحظة ان الزمالك لعب المباراة وسط ارهاق كبير جدا. الفريق الوحيد اللي في العالم اللي بيحصل معاه كده، لو الاهلي اتحاد كرة اليد المعادي للزمالك لا يمكن يعمل معاه كده. خلي بالكم من الحكاية دي وانتبهوا كويس. انا شايف جمهور الزمالك منقسم حوالين الإدارة، لازم تتوحدوا لمواجهة الأخطار، ولازم تدعموا مجلس إدارة نادي الزمالك. نفكركم بمجموعات البطولة العربية، هم مجموعتين. المجموعة الأولى فيها البنك الأهلي من مصر ومدر السعودي والكويت الكويتي والجزيرة الإماراتي والحشد العراقي. المجموعة الثانية اللي فيها الزمالك معانا الهدى السعودي والعرب الكويتي وفاء عين توتة الجزائري والشعلة اليمني. الزمالك النهاردة الحمد لله لعب الساعة 1 الظهر، وقلنا كسبنا وفاء عين التوتة الجزائري 34-28. مباراتنا الجاية بكرة ان شاء الله الساعة 1 الظهر، ومباراتنا امام الهدى السعودي يوم الجمعة ان شاء الله الساعة 7، واخر مباراة للزمالك في المجموعة التانية امام الشعلة اليمني يوم الاثنين ان شاء الله 21 اغسطس الساعة 4 العصر. هي دي مواعيد مباراة الزمالك في البطولة العربية المؤهلة لكأس العالم. طب عاوزين نتعرف على نظام الصعود في البطولة. أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة بيصعدوا إلى الدور الثاني اللي هو دور الثمانية، هيتلعب بنظام خروج المغلوب، ثم بعد كده قبل النهائي وبعد كده النهائي. الفريق البطل قلنا هيلعب في كأس العالم للأندية. جميع المباريات بتقام على صالة الأمير نايف الرياضية بالقطيف. البطولة بدأت النهاردة 16 أغسطس وتنتهي إن شاء الله 27 أغسطس. طب كأس العالم للأندية هيتلعب إمتى؟ هيتلعب إن شاء الله في السعودية بالدمام من 7-12 نوفمبر. طبعا لازم نشكر بقى المستشار مرتضى منصور لأنه تدخل في اللحظات الأخيرة لحل مشكلة كرة اليد. قصادنا أحمد الأحمر أهو، عقد التجديد بتاعه مع الأستاذ أحمد مرتضى منصور، الحمد لله تم التجديد لنجمنا أسطورة كرة اليد الزملكاوية الكابتن أحمد الأحمر، قيمة كبيرة ونجم عالمي، الحمد لله تم التجديد له. وعلى فكرة المستشار مرتضى منصور كان اتدخل لحل أزمة سفر الفريق والذل اللي بيحصل من اتحاد كرة اليد تجاه فرق الزمالك. حصل انه وجه ابنائه احمد مرتضى وامير مرتضى علشان يحجزوا طيارة للسفر الى المملكة العربية السعودية للاشتراك في البطولة العربية في اللحظات الاخيرة. البطولة دي مهمة جدا عشان مؤهلة لكأس العالم، واحنا المرشحين الاوائل، ونجحوا فعلا ابناء المستشار مرتضى منصور في حجز طائرة للفريق، وسافروا ووصلوا بالسلامة ولعبوا كمان اول ماتش من غير ما يرتاحوا.
شكرا للمستشار مرتضى منصور الرئيس التاريخي لنادي الزمالك، رغم اللي بيتعرض له من هجوم جامد جدا للأسف، ويحز في نفسي انه من بعض جماهير نادي الزمالك. ارجو انهم يتراجعوا ويدعموا مجلس ادارة نادي الزمالك ويدعموا الفرق الرياضية، وبلاش حكاية الانقسام دي بين جمهور نادي الزمالك. الخبر اللي معنا بعد كده، احمد عيد يتعاقد مع المصري البورسعيدي. مأساة ان الزمالك وانبي بيتخانقوا على احمد عيد. الزمالك بيقول احمد عيد معار لانبي والاعارة انتهت واللاعب ما جددش معاكو، وانبي متمسك بيقول في العقد ندفع 3 مليون جنيه وناخد اللاعب. فكان في جلسة تحقيق مع اللاعب في اتحاد الكرة، واضح ان اللاعب لم يتم ادانته، بس انبي عطلنا ان احنا نأيد احمد عيد في القايمة الاولى. المصري دخل عرض ملايين، خطف اللاعب، اتفق معاه رئيسه كامل ابو علي، دفع الملايين. علي ماهر مدير الفني للفريق مرحب بانضمام اللاعب. 3 سنين مدة التعاقد مع احمد عيد. احمد عيد ده يا جماعة 22 سنة، بيلعب في مركز الظهير الايمن، احد العناصر الاساسية في تشكيلة البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي، وصيف بطولة الامم الافريقية للمنتخبات تحت 23 سنة، وطبعا متأهل لاولمبيات 2024 اللي هي اولمبيات باريس. فده نجم ينتظره مستقبل باهر، يعني يحز في نفسنا التفريط فيه بالسهولة دي. لكن الزمالك بيؤكد ان اللاعب ماضي للزمالك وعقده مع الزمالك سليم بنسبة 100%، والعقد الجديد دوت لولا مشكلة انبي كان زمانه تأيد في القايمة الاولى، والزمالك متمسك باللاعب، وهنشوف ايه اللي هيحصل في المشكلة الجديدة دي. ومنك لله احمد عيد اتسرعت، جريت على المصري. اللعيبة انتمائها للملايين غير الجماهير انتمائهم للنادي. الخبر اللي معنا بعد كده، تشكيل مجلس ادارة الرابطة المصرية لاندية القسم الاول. عرفنا ان كان امير مرتضى اعتذر عن الترشح، ضاع علينا مقعد في الرابطة، لكن الرابطة كده كده يعني مش هتجامل الزمالك حتى لو فيها عضو من الزمالك، معروف انهم بيجاملوا الاهلي على طول. الرابطة رئيسها خلاص تم اختياره احمد دياب، ومعاه عماد متعب نائب للرئيس، وباقي بقى تشكيل مجلس ادارة الرابطة خلاص اتعرف الى جانب دياب ومتعب، في خالد شكري وشريف صالح واحمد محمد هاشم، واللواء صفية الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم، دول مرشحي مجلس ادارة اتحاد الكرة، اللي هما اللواء صفية الدين واللواء ثروت سويلم، دول مرشحة مجلس ادارة اتحاد الكرة لعضوية الرابطة. لكن مجلس ادارة الرابطة خد قرار محترم بتعيين خالد رفعت اللي هو كان عضو عن الزمالك في الرابطة، ممثل الزمالك في الرابطة، عينه مستشار لمجلس الرابطة للعلاقات الخارجية لما له من خبرة كبيرة في المجال ده، وتكليفه باستمرار تمثيل الرابطة في اتحاد الروابط العالمية. وطبعا ده قرار كويس نشكر الرابطة عليه. وكمان في اجتماع في الاسبوع الاول من سبتمبر علشان موعد قرعة وانطلاق مسابقة الدوري العام المصري في موسم 23-24. بكده انتهت اخبارنا النهاردة، لكن طبعا ما انتهاش حبنا لنادي الزمالك ولا لجماهير نادي الزمالك العظيمة. في النهاية شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.